اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه برحب بضيفي العزيز دكتور محمد فؤاد، رئيس جهاز الكومباوز في نادي الاهلي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا كابتن هيثم، ازي حضرتك؟ منورنا وبنستنى الحلقه دي يعني من الموسم للموسم كده. ربنا يخليك وانا تحت امرك. طبعا اكيد يا دكتور احنا بنستفاد من علم حضرتك التطبيقي والعلم النظري في امور كتيره جدا. خلينا نبتدي بالجمباز. يمكن الخبر الاحدث في الجمباز وهو التعاقد مع المدير الفني اللي اعلن عنه النادي الاهلي من خلال اداره النشاط الرياضي الكابتن خالد العوضي. مدير فني جديد ارميني، جاء ازاي اختياره وجه خلفا طبعا لمدير فني اوكراني السنه اللي فاتت او مديره فنيه كمان اوكرانيه للسيدات تنوع المدارس؟ كلمنا على الاختيار ده وسببه يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا من السنه اللي فاتت كان في خطه لتطوير رياضه الجمباز، كان من ضمنها استخدام خبراء اجانب للاستفاده من الخبرات الاجنبيه المميزه، وفعلا تم استخدام خبراء اجانب من اوكرانيا، وبعدين قضوا معانا موسم، ولظروف خاصه بيهم هم مرتبطه بحصولهم على جنسيه لدوله اوروبيه قرروا عدم الاستمرار. بدأنا في مرحلة بحث جديدة، احنا بنحط مواصفات معينة للخبير اللي جاي او المدير الفني الاجنبي اللي جاي عشان ينجح في العمل. ما هو مش انت ممكن تجيب حد كويس جدا وسي في قوي جدا بس ما يركبش في المنظومة اللي موجودة. صحيح. المنظومة اللي موجودة في النادي الاهلي لها ظروف اجتماعية ولها ظروف فنية، يعني فلازم تبحث عن خبير يبقى عنده مواصفات مناسبة وعنده نتائج وعنده قدرة على انه يشتغل في مراحل متنوعة، لان في خبراء كتير جدا عايز يشتغل في المرحلة العليا اللي فوق بس بتاعت الدرجة الاولى ومش مهتم بالجزء اللي تحت ده. احنا بقى عندنا بنبص للموضوع بنظرة واسعة، لان النهاردة اللي عنده 5 سنين او 6 سنين احنا بنبص له ان ده هو اللي بيعد عشان يبقى البطل الكبير اللي احنا عايزينه. مظبوط. ففضلنا نبحث وان يعني نشوف البدائل المطروحه الى ان وصلنا الى ان الخبير الارميني ده في كل المواصفات اللي احنا عايزينها، وبالتفاوض لقينا فعلا ان هو عنده استعداد يشتغل في مراحل سنيه مختلفه، فاهم طبيعه شغلنا لما نقلناها له احنا بنعمل ايه عشان هو يبقى عارف قبل ما يجي. هو كمان كان ليه خبره في مصر سنتين في نادي سموحه، فعارف طبيعه اللاعب المصري والجو المصري، ده برضو ساعدنا. تفاوضنا اتفقنا الى انه وصل، وهو وصل وبعد ما ساعتين وصل من المطار كان في الملعب بناء على رغبته. يعني هو حب جدا ان هو اول ما يجي دي حاجه مبشره جدا يوصل على طول مباشره، حتى قلنا له استريح وتاني يوم نبتدي قال لا انا رايح على الملعب. كان جاي من ارمينيا ولا جاي من أرمينيا؟ جاي من ارمينيا. والمدرسة الأرمينية هي مدرسة برضو تبع الاتحاد السوفيتي السابق اللي هو تفككت دوله ومنها أوكرانيا، فعشان كده هو مشي على نفس الستايل اللي احنا كنا ماشيين بيه مع الخبير الأجنبي اللي فات، وده سهل علينا ان احنا ما نغيرش الطريق في اللي احنا ماشيينه. لأن الجمباز فيه مدارس، الصينيين ليهم فكر، الامريكان والاوروبيين عندهم فكر، شرق اوروبا ليه فكر، روسيا عندها فكر. فانت خلاص مشيت مع مدرسه هي مدرسه عالميه كبيره معروفه، وعايز تمشي على نفس الخط ده لان هي مريحه جدا لينا في العمل. شغلنا احنا اللي بنشتغله كجهاز قريب جدا من طريقتهم، فبيحصل التوافق والحمد لله الامور ابتدت تمشي والعجله دارت. يعني طب هتكلم في حته تفصيليه شويه. لما بدانا التفاوض مع المدير الفني الارميني الجديد للكومباوز، حضرتك رئيس جهاز اتكلمت معاه، هل كان عنده خلفيه عن النادي الاهلي؟ هل سمع النادي الاهلي؟ هل يعرف النادي الاهلي؟ لانه النهارده بنتكلم عن جمباز، النادي الاهلي في الالعاب كلها معروف، النهارده سله طايره يد، بس خلينا نتكلم عن الجمباز. هل هو كان عارف النادي الاهلي ولا بعد ما اتعرض عليه بدا يسال ويشوف مين النادي الاهلي؟ هو بحكم ان هو كان موجود في مصر هنا سنتين، ممتاز، كان بيتابع النادي الاهلي طبعا لان احنا كنا منافسين ليهم. بس في الوقت ده احنا ما كانش عندنا، كنا لسه بنعمل جيل. هو كان في مصر بيمسك فرقه ثانيه، نادي سموحه. نادي سموحه يعني اوريدي تولى مسؤوليه، ممتاز جدا. ده برضو من ضمن الحاجات اللي مش هتخليه ياخد وقت. بالظبط كده، عشان كده احنا فضلنا ان احنا نجيب حد عارف الجو المصري والطبيعه ونظام الدراسه المصريه، يعني عارف يعني هو عارف النادي الاهلي مين طبعا، فهو عارف كويس جدا النادي الاهلي. حتى يعني لما جينا نتفاوض معاه لقيناه عارف اللعيبه بتاعتنا، لا عارف اللعيب الدولي بتاعنا عمر العربي، عارف
لاعبتنا اللي في المنتخب، لقيناه عنده معلومات. بدأ بعدها كمان هو في خلال فترة التفاوض يستكمل المعلومات اللي هو عايز يعرفها مننا. ولما جه بقى كنا احنا مجهزين له فايل كامل في كل المعلومات، لانه لازم تدي له كل طبعًا التفاصيل عن كل الفرق صح. عشان يبتدي هو ياخد قرار صح. يخط انت بتتدرب ازاي، بتعمل ايه، بطولاتك شكلها ايه، الوحدات التدريبيه بتاعتك، احمالك التدريبيه، كل الكلام ده بتقدمه ليه عشان هو يدخل على السيستم ده.